ماذا قلنا دعنا نسمي هذا الجسم؟ إنسان. يلا ما اسم هذا؟ رأس. نعيد رأس. صدر. بطن. نعم. ظهر. أسد. يدي و رجلي. حسنا. يلا ماذا نسمي هذا؟ شعر. شعر. عين. أذنين. أنف. نعم. فم. و عنق. أحسنتم. وعنق. يلا جسم. إذا لدينا خمس حواس. لدينا خمس حواس. لدينا خمس حواس. حاسة البصر. نعم. حاسة البصر. حاسة البصر. سمع. نعم. حاسة شم. شم. نعم. حاسة شم. نعم. حاسة ذوقي. ذوقي. نعم. وحاسة لمس. وحاسة اللمس. أحسنتم. أيام الأسبوع سبعة. أول يوم الاثنين. الأربعاء. الخميس. الجمعة. السبت. والأحد. إذا نحن نسميهم أيام أسبوع. حسن جدا. يلا ماذا تعرفون عن الأشكال الهندسية؟ ماذا نسمي هذا؟ مربع. أحسنتم. نعيد. مربع. مثلث. جنى أحسنتي. مثلث. مستطيل. نعم. ودائرة. حسن جدا. نسميهم الأشكال الهندسية. الأشكال الهندسية. حسن جدا. يلا ماذا نسمي هذه؟ نسميهم الألوان. حسن. يلا لون أحمر. لون أصفر. لون أزرق. لون أخضر. أخضر. لون برتقالي. برتقالي. وردي. بنفسجي. بنفسجي. وبني. أحسنتم. يلا في أي فصل؟ نحن في فصل الشتاء. كيف يكون الجو في فصل الشتاء؟ يكون الجو بارد. حسن جدا. وماذا نرتدي في فصل الشتاء؟ ملابس من الصوف. حسن. من الصوف. يلا ماذا أضع على رأسي؟ قبعة صوفية. صوفية. ماذا أضع في عنقي ليلى؟ ماذا أضع في عنقي؟ شال. نعم. ماذا أضع في يدي؟ قفازين. نعم. ماذا أرتدي في رجلي؟ جوارب. حسن جدا. سليم. ماذا أرتدي أيضا؟ حذاء صوفي. حسن جدا. وفي الأخير أضع المعطف. نعم. أرتدي المعطف لأنه فصل شتاء ويكون الجو بارد. نعم. أحسنتم.